كما كان اتحاد عنبة من تحقيق أول فوز في ثاني هواة بعد إطاحته باتحاد خنشلة بنتيجة هدفين دون رد، نتيجة رفع بها اتحاد عنبة رصيده إلى 5 نقاط. نصر قلال بعث بالتالي. لا ما نقولكش باللي مقابله يعني في المستوى العالي، ولكن من ناحيه كما نقول لك بذل المجهود، اللاعبين يعني بذلوا ما في وسعهم وحقوا النتيجه ايجابيه. حد الاولى ليسونسيال هي 3 بوان، ميم الماتش يكون صعيب ولا سهل، حنا ليسونسيال كنا واجدين في كاع لي كوتي والحمد لله. ما يخفالكش وين بريمير ميطون وين كنا في تعادل وطاع علينا غياب بزاف بزاف، باسكو عندنا قريب دوك قريب عام احنا في لا كومبيتيسيون مازال ما بديناهاش. الحمد لله احنا الهدف تاعنا الاول كان الانطلاقه، وكون اليوم ما جبناش يعني الانجازات كانت تكون كارثه في اتحاد عنابه، وين شفنا حمو ما يلعبش، شفنا كذلك يعني تومي ما يلعبش، كانت راح تكون كارثه مع يعني فريق خنشلة. بكل احترام ليهم راه فريق كذلك ما يلعب كره لغايه الدقيقه 70، نظن انه الفريق تاعنا كان في يعني كان في افضل حال، كنا متحكمين تقدر تقول في المباراه، وين يعني الخصم صحيح انه خلق فرصه او اثنين، ولكن كنا قريبين من التسجيل في اكثر في 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 لحظتين او ثلاثه.